السلام عليكم طلاب صف ثالث متوسط. موضوع التطبيق، وتعريف التطبيق هو علاقة بين متغيرين، متغير X ومتغير Y. هذه العلاقة وفق قاعدة معينة نسميها قاعدة الاقتران. لكل تطبيق ثلاث عناصر مهمة. العنصر الأول هو العلاقة اللي هي قاعدة الاقتران، والعنصر الثاني مجموعة المجال، والعنصر الثالث هو مجموعة المجال المقابل. حتى نفهم التطبيق بصورة أكثر، أنا محضر هنا مثال ليكن التطبيق F من A إلى B. A هي مجموعة المجال اللي ينطلق منها السهم، B هي مجموعة المجال المقابل. إذن لازم نفهم أن الـ A هي مجموعة المجال والـ B هي مجموعة المجال المقابل، حيث F الـ X يساوي 1 على 2 X. هذه هي قاعدة الاقتران، قاعدة الاقتران. إذن المطلوب هنا منطين الـ A هي 4 و 6 و 8 اللي تمثل مجموعة المجال، والـ B 2 و 3 و 4 اللي تمثل مجموعة المجال المقابل. مطلوب مني أولا جذر المدى، ثانيا الأزواج المرتبة اللي تمثل التطبيق، وثالثا مخطط سهمي للتطبيق. احنا حتى نحل التطبيق مفتاح الحل عندنا هو قاعدة الاقتران. أول ما أخلي قاعدة الاقتران قدامي اللي هي F الأكس يساوي 1 على 2 أكس. إذن F للأكس يساوي 1 على 2 أكس، هذه قاعدة الاقتران. هسا عندي مجموعتين، مجموعة الـA ومجموعة الـB. اللي ينطلق منها السهم هي مجموعة المجال اللي هي راح أشتغل عليها، الأربعة والستة والثمانية. إذن هنا راح أطبق على الأربعة وعلى الستة وعلى الثمانية بالقاعدة اللي عندي، يعني F للأربعة وF للستة وF للثمانية. لاحظ هنا 1 على 2 بكان هاي الأكس راح أعوض 4. اختصار بسيط بين الأربعة والثنين، هنا بيها 1 وهنا بيها 2، وراح يصير عندي الناتج 2. هنا نفس الكلام، راح أخلي مكان الأكس الستة، راح يصير عندي 1 على 2 والأكس أخلي بمكانه 6. واختصار بين الستة والثنين، هنا بيها 1 هاي بيها 3، وراح يطلع عندي ناتج هنا 3. هسه اطبق للثمانية، 1 على 2 القاعدة اللي عندي اللي هي مطيني اياها بدل الاكس اللي انا اصلا ثبته هنا، مكان الاكس راح اخلي 8. واطبق هذا، راح احذف 2 بيها 1 والثمانية بيها 4. بالاختصار ايش يبقى عندي هنا؟ 4. هاي العناصر اللي طلعت الاثنين والثلاثة والأربعة أسميها مجموعة المدى اللي هي مطلوبة مني. إذن أول شيء راح أكتب، أولا المطلوب الأول مجموعة المدى راح تصير الاثنين والثلاثة والأربعة. مطلوب مني الأزواج المرتبة، المطلوب الثاني. التطبيق هو F يساوي الأزواج المرتبة، يعني الأربعة صورتها 2، العدد اللي هو بالمجال وصورته اللي هي بالمدى، الأربعة واثنين هذا زوج مرتب، والستة والثلاثة الستة وثلاثة. لاحظ الستة انطتني 3 والثمانية انطتني 4. إذن بعد عندي الثمانية والأربعة، هذه هي الأزواج المرتبة اللي تمثل التطبيق. مطلوب الثالث هو مخطط سهمي. المخطط السهمي يعني راح هنا جواب ثالث، راح هنا أرسم مجموعة المجال اللي هي A، وهنا مجموعة المجال المقابل اللي هي B. الـ A بالأربعة والستة والثمانية، والـ B 2 وثلاثة وأربعة وخمسة. وهنا أقول الأربعة أنطتني 2 بمجموعة المدى، يعني الأربعة من عوضتها أنطتني 2، والستة أنطتني 3، إذن السهم من الستة للثلاثة، والثمانية أنطتني 4. هذا هو المخطط السهمي. إن شاء الله بالدرس القادم نأخذ أنواع التطبيق.